يا مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. الناس اللي بتحب الاكل اللي التوابل بتاعته قويه او الاكل اللي النكهات بتاعته واضحه وصريحه هيبسطوا جدا النهارده. النهارده هنعمل اكل هندي، هنعمل النهارده التندوري، هنعمل فراخ بنكهه التندوري. البهارات الهنديه معظمها يعني مثلا 90% منها هي بهارات احنا عارفينها، زي مثلا القرفه، زي القرنفل، زي الحبهان، زي الكزبره، زي الكمون، زي البابريكا، كل الحاجات دي بيستخدموها عندهم. بس 2 3 4 من التوابل كده احنا مش متعودين على التوليفه، زي مثلا الجراما سالا، هنتكلم عنها بالتفصيل ونشوف يعني ايه الكلام ده كله. لكن عامه في العموم هو اكل طعم جدا لكنه مبهر بشكل قوي جدا. فالناس اللي بتحب النوع ده من الاكل هتنبسط جدا من حلقه النهارده. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل فراخ بنكهه التندوري، وهنسوي معاها رز، ونشوف ازاي نجمع الاثنين مع بعض بحيث انه تبقى وجبه فيها النشويات والبروتين مع بعض في نفس الوقت. كمان هنعمل النهارده وصفه تانية من البروتين بقى بس النباتي، هنعمل عدس. والعدس ده بيجمع ما بين العدس الاصفر اللي احنا عارفينه والعدس ابو جبه اللي بيستخدمه في الكشري. هنجمع ما بين الاثنين دول في وصفه برضو مليئه بالنكهات، فيها نكهات كتير جدا واطعمه متداخله كتير جدا. التوازن بقى في استخدام البهارات هو اللي هيظبط الطعم، علشان زي ما بنقول دايما انه كتر التوابل بيخلي الانسان ما يحسش بطعم الاكل الرئيسي، لكن المطبخ الهندي هو استثناء عن القاعده دي. هنعمل ايه كمان النهارده؟ هنعمل عيش مقلي، والعيش المقلي ده من ابسط انواع العيش. بيحتاج ايه؟ بيحتاج دقيق وملح ورشه سكر بس، مش محتاج اي حاجه تاني. هتشوفوا النهارده طريقه بسيطه جدا سهله جدا لعمل العيش. هناخد دلوقتي فاصل، بعد الفاصل هنرجع نشوف ازاي هنعمل كل وصفه من الوصفات الطعمه المبهره بتاعت النهارده. استنونا. يا اهلا وسهلا بيكم مره تانية، رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل اتكلمنا عن هنعمل ايه النهارده. قلنا هنعمل فراخ التندوري مع الرز بتاعها، وقلنا ازاي هنعمل العدس كوصفه برضو تانية متكامله ينفع تستخدم للناس النباتيين اللي مش عايزين او اللي مش بيفضلوا البروتين الحيواني، تمام؟ وممكن يستخدموا بدل السمنه بقى يا زيت يا سمنه نباتي. طبعا استخدموا زيت لان الزيت احسن من السمنه النباتي. والعيش كمان وصفة هنختم بيها حلقة النهاردة. حلقة النهاردة مليئة، حلقة مبهرة، توابلها ريحتها حلوة جدا. يلا بينا، تعالوا نبتدي الأول بوصفة التندوري، وهعمل الرز مع الفراخ في نفس الوقت ونشوف إزاي هنسوي الفراخ. هل هتستوي مع الرز في نفس الحلة ولا تستوي بره وتضاف للرز؟ هنتكلم بالتفصيل. يلا بينا. المقادير كالتالي: لتتبيل الفراخ هما أنا عايز 4 صدور فراخ. التندوري في العموم بيتعمل بالوراك، وفي ناس بتعمله بالصدور، بس انا قررت النهارده ان احنا اخترت ان احنا النهارده نعمله بصدور الفراخ. كوبايه من الزبادي، معلقه من الكمون، وربع معلقه من الجراما مسالة هكلمكم عنها، معلقه كزبره ناشفه، ربع معلقه قرفه، نص معلقه صغيره سكر، رشه شطه صغيره على حسب رغبتكم في الاكل يبقى حامي قد ايه، 4 فصوص توم مفرومين، ملح وفلفل اسود. انا ليه بسيب كده الكلام مكتوب من غير كميات جنبيه؟ علشان انتوا تضاعفوا الكميات على حسب انتوا عايزين تعملوا اكل لكام شخص. بقول لكم اللي قدامي قد ايه، بس انتوا تقدروا تضاعفوا الكميات زي ما انتوا عايزين. تعالوا نقول كمان الرز يا استاذه يسرى علشان هنعمله واحنا شغالين. لتسويه الرز بقى انا هستخدم كوبايه رز بسمتي بيتحط لها كوبايتين ميه. وهنقول ده بعدين، نقول ده بعدين واحنا شغالين. يلا بينا. كوبايتين ميه، معجون صلصه طماطم، ملح وفلفل اسود، قرفه واوراق كزبره، وهستخدم كمان لون طعام احمر، وده اختياري، هقول لكم بيستخدم ليه وبيتعمل بيه ايه والكلام ده كله. طيب يلا بينا بقى نبتدي في وصفه النهارده. كنت هتقولي ايه يا سمر؟ انا ما اقدرش اعمل كده ابدا. بصوا بقى، الناس اللي بتسوي رز وعايزين يعرفوا يسووا الرز ازاي، خليني اقول لكم قاعده عامه وبعد كده اقول لكم تعملوا ايه في البيت. القاعده العامه انه الرز متوسط الحبه اللي هو زي الرز المصري كده اللي احنا بنلاقيه في السوق ده، الكيلو من الرز بياخد 1.8 من الميه. يعني لو انا حطيت
كيلو رز هحط لتر و8 من عشرة مية. حلو. الرز طويل الحبة 1 إلى 2، يعني لو حطيت كيلو رز هحط له 2 لتر مية عشان أسويه. بس دي قاعدة عامة. القاعدة الخاصة إيه؟ إن كل زرعة ليها ظروفها الخاصة وتركيبتها المختلفة. فتلاقوا أو اللي أنا بنصحكم بيه إن لازم تقروا ظهر الكيس بتاع الرز مكتوب عليه كمية مية قد إيه، لأن زي ما قلت لكم من شوية كده كل زرعة ليها تركيبتها الخاصة اللي بنعرفها بالتجربة. بس القاعدة العامة زي ما بقول لكم، رز متوسط الحبة زي الرز المصري كده، من كيلو الرز بياخد لتر و8 من عشرة مية، ورز طويل الحبة الكيلو بياخد 2 لتر مية. سيدي أقول لكم إن أنا معاكم من دلوقتي إن شاء الله ولمدة ساعة إلا ربع كده على الهواء. تقدروا تكلموني على أرقام التليفون اللي هتظهر على الشاشة قدامكم أو من خلال صفحة الفيسبوك بتاعتنا لقمة هنية، أو انستجرام شريف عفيفي النهار لقمة هنية براحتكم. يلا تعالوا نبتدي في الوصفات واحدة واحدة. الرز ده هنسويه بالزيت. هحط هنا مقدار من الزيت، مقدار معلقتين كبار من الزيت، وهجيب إناء كده متوسط الحجم، وأجيب السكينة بتاعتي وابتدي اقطع الفراخ التقطيع المناسبه لتسويه التندوري. ازاي حضرتك يا مدام ايناس؟ اهلا يا شريف، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك يا شريف؟ انا كويس زي الفل. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. ما كلمتكش امبارح، معلش. انا امبارح استغربت جدا، وبعدين كنت عايز اطمن على حضرتك بعد الحلقه. لا والله، ده انا بقى كان التطعيم الميعاد بتاعي وكنت حجنت. طب كويس 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 جدا. دي الجرعه الاولى ولا الثانيه؟ لا الاولى الاولى. طب اوعي بقى تكسري عن الثانيه. لا لا لا، ده انا ملتزمه جدا. طب الحمد لله صح جدا. بقى يعني يا دوبك شفتك وانت بتعمل السمكه الميعاد بتاعي جه بقى، فرحت طيب. جاريه طبعا نزلت، كنت لله. متاثره. طيب معلش بقى، بس تاثر جيد. ربنا يكتب لك يا رب الصحه دايما كده والسلامه. ربنا يخليك، ربنا يخليك. وننصح اي حد من مشاهدي برنامج لقمه هنيه، لو انتوا كده يعني بتصدقونا وبتعتبرونا مصدر ثقه، اوعوا تكسلوا ان انتوا تاخدوا التطعيم. لا دي مهمة قوي، بالظبط كده، عشان لو حتى مش علشان نفسك فعشان الناس المحيطين بيك. اكيد ده هيقلل من ده صحيح. انتشار العدوى. ربنا يا رب يتم علينا كلنا الصحة والعافية يا رب. والنهارده اليوم اليوم ده يوم تحفة. حصل ايه؟ عشان النهارده الهندي صح؟ طبعا طبعا. يا سلام يا سلام. طبعا طبعا. مليان اكل، مليان بالاطعمة وبالنكهات وبالريحة الحلوة. يبقى من ايد شريف احلى من الهند ولا بتعمله كمان؟ والله العظيم يعني ده شهاده ليا. لا والله من ايديك انت هتبقى حاجه ثانيه خالص. ربنا يخليك، فرصه سعيده جدا يا شريف. وشكرا يا شريف، كتر خيرك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. شكرا جزيلا على متابعتك الدائمه يا استاذه ايناس، والله من اكثر الداعمين لبرنامج لقمه هنيه. انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بقطع الفراخ بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. انا اخترت في الحقيقه، وده اختيار شخصي يعني تقدروا تغيروا الاختيار ده، ان انا اقطع الفراخ بالشكل ده، شرايح عرضيه مايله، يعني جبت صدر الفرخه كده وقطعته بشكل عرضي مائل. تقدروا تقطعوه مكعبات وتحطوه في اسياخ، تقدروا تعملوا كده، تقدروا تخلوها شرايح فراخ وتشوها، مفيش ضرر من ان انتوا تغيروا شكل التقطيعه. اهم حاجه بس تبقوا فاهمين الاثر بتاع تغيير شكل التقطيع على التسويه هيكون عامل ازاي. يلا بخلي الصدر شكله زي ما هو كده، لكنه متقطع شرايح بشكل عرضي. طيب هنعمل ايه؟ الزيت على النار سخن كفايه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنشوف حالا هنعمل ايه. يلا هاخد كده، هنا حطيت خلاص الفراخ، هنجيب معلقه بس وناخد بيها الملح والفلفل الاسود، واخد بقى التوابل، ومش هاخد التوابل كلها لان تتبيله التندوري بتاعت الفراخ هي نفس تتبيل طعم الرز. فانا هقسم كميه الخضار اللي انا هستخدم، التوابل اللي انا هستخدمها، ما عدا الزبادي طبعا، مش هنحط على الرز زبادي، لكن من نفس التوابل دي هدي للرز كمان، وهنشوف ده مع بعض سوا. خلونا بس كده نبعد ايه الحله شويه من على النار عشان ما تسخنش قوي. يلا القرفه اللي اتكلمنا عليها، حضرتك يا فندم تأمري، احنا نجيب لك البوله هنا شخصيا. يلا حطيت كده رشه من القرفه، واخلي الباقي ده للرز، خليه قدامنا هنا، ورشه السكر الصغيره، والشطه خفيف، كزبره، والكمون، والجرام مساله. يعني ايه بقى جرام مساله يا جماعه؟ مساله دي اصلا يعني توابل، كلمه مساله يعني توابل ترجمه حرفيه. مش احنا عندنا مثلا في المطبخ العربي
مش عندنا حاجه اسمها السبع بهارات؟ عندنا تابل بنستخدمه ينفع نشتريه من عند العطار اسمه السبع بهارات، فيه فلفل اسود وكمون وكزبره وقرفه وهكذا. هم عندهم برضو توليفه من التوابل الخاصه بيهم اسمها جراما، توابل الجراما او جراما مسالة. هاخد كده الزبادي هنزل بيه هنا، كده مش فاضل لي غير التوم، هاخد معلقه من التوم المفروم. انا كده جهزت الفراخ، كده انا تبلت الفراخ ومحتاج بس اسيبها تتبل. طيب مده تتبيل الفراخ قد ايه؟ لو سبتوها لمده من نص ساعه لثلاث ساعات يبقى كويس جدا، بس انا الشرط الوحيد ان احنا نسيبها في الثلاجه علشان نضمن ان هي ما تفسدش، ما يحصلهاش مشكله واحنا بنتبلها. طيب هنا في خطوه هعملها، هي خطوه اختياريه، حضرتك تقدروا تعملوها لو انتوا حابين او لا. انا هحط مقدار ربع معلقه صغيره من لون الطعام الاحمر، وده لون بيكون بيتباع في السوق ومصرح باستخدامه من وزاره الصحه. لو حابين تعملوا كده هيديكوا لون حلو للاكل، لو عندكم اعتراض على ده بحترم جدا وجهه نظركم. هندي هنا تقليبه. يا مدام رينيه ازي حضرتك؟ صح. اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ يا رب تكوني بخير. الحمد لله كله حلو. نشكر ربنا. طب الحمد لله يا رب، يا رب دايما. انا عملت الرز بتاع امبارح بس حاجه ثانيه يعني. طلع حاجة جميل جميل. طب الحمد لله، بتبسط جدا والله لما حد بيجرب الوصفه ويكلمنا تاني يوم يقول لنا رايه في الوصفه ايه. طلع حلو الحمد لله. اه كنت عاملاه على سمك على بياض، بس ما كانش في عندي الفلفل الاحمر ده. اه ما كانش عندي الفلفل الاحمر، مش مشكله، بس عملتيه على سمكه قشر بياض صح؟ بياض. اه بياض. اه اوكي بياض نيلي. تمام حلو ده. تسلم ايديكي، يا رب يكون عجبك. الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. خيرك بوصفات الجميله ودايما تعملي على صحتك يا رب. ربنا يخليك يا رب، ودايما كده تتابعيني ودايما نطمن عليكي من وقت للتاني. الله يخليك. نورتيني يا مدام. انا قلت لك نمرتك ما رضتش اسيدتك، ما اديتش. لا ممكن يسرى. لا انا بعتذر لك جدا يسرى. ممكن ناخد رقم مدام رينيه من فضلك؟ يلا. بس ممكن ناخد رقم مدام رينيه ما ننساش؟ يلا. ازيك يا ياسمين؟ هدي الرز تقليبه صغيره كده. كيف عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله والله كله بخير الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. قولي تحت امرك. انا كنت بس عايز اسلم عليكي فيه. الله يخليكي، يسلم لي ذوقك والله. قولي لنا ايه من الوصفات بتعجبك في لقمه هنيه عشان ازود منها؟ ايه؟ ايه من الوصفات في لقمه هنيه بتعجبك؟ وصفات؟ اه صراحه انا بحب وصفات السمك جدا يعني. السمك؟ طب حلو. انا يعني انا مفتون بالسمك في الحقيقه، وبعمل سمك ايام كتير جدا. نورتينا وشرفتينا يا ياسمين. انا حطيت ملح وفلفل بس على الرز ورشه سكر. هنزل دلوقتي بالثوم وهنزل نفس التوابل اللي احنا اتكلمنا عليها، شطه وانا زودت شطه وده طبعا اختياري، تقدروا ان انتوا تقللوا شويه. كزبره حطيت، ومش فاضل غير الجرام مساله. ندي تقليبه تاني، تقليبه محترمه كده لغايه ما نشم ريحه الثوم، وما بنقعدش كتير بعد ما بنحط الثوم. ليه؟ لان التوم بيتحرق بسرعه جدا، عشان كده لو احنا بنعمل تشويحه ايا كانت ايه التشويحه دي، دايما دايما بنخلي التوم يتحط في اخر التشويحه، لان هو اكتر مكون في المكونات اللي بنشوحها اللي بيتحرق بسرعه، فما بنحطش منه كتير. وفي نفس الوقت بنحطه في النهايه قبل ما نخلص تشويح مباشره. الرز هنا كده عندي جاهز لاستقبال السائل. طيب رشه من القرفه صغيره، وورق الكزبره مش هيتحط للرز دلوقتي، هوري حضراتكم امتى في الميعاد المناسب بالظبط. دلوقتي انا عايز اعمل حاجتين، ثلاث حاجات في الحقيقه. هضيف السائل واللي هو الميه، انا مش محتاج عفوا مش محتاج انه انا اسوي الرز ده بمرقه، لانه كده كده الفراخ هتتقدم عليه، هتشوفوا هيعجبكم ان شاء الله جدا. حطيت هنا كده خلاص السائل اللي هو الميه في الحاله بتاعتنا، وهاخد معلقه من معجون صلصه الطماطم هنحطها هنا، هنديها كده تقليبه، ونفس فكره المعلقه من لون الطعام الاحمر اللي احنا قلنا ان هو اختياري ان احنا نستخدمه او لا. هنزل هنا كده. يا استاذه شيماء ازيك؟ شيف شريف ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه يا فندم؟ تمام. احنا بنشكر حضرتك على كل الاكلات الجميله اللي انت بتقدمها لنا. الله يخليكي الله يخليكي يا رب، بس يعني تنال اعجابكم دايما. اه والله دايما بنشكر فيكم في قناه النهار عامه، يعني برامجها كلها جميله. ده حقيقي ربنا. يا ماما عايز اتكلم حضرتك طبعا يا فندم. تنورنا. ازيك يا شريف يا ابني عامل ايه؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ يا احسن شيف في الدنيا والله، كفايه اخلاقك العاليه يا ابني والله. يسلم لي ذوقك يا رب. ربنا يبارك لك. ده بس من ذوق حضرتك والله.
ويديك الصحة كده ويجعل دعانا من نصيبك يا رب بإذن الله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. ممكن أعمل إهداء بعد إذنك؟ تفضلي تفضلي تفضلي. فريق لأحفادي فريدة وفرح ومحمد وعمر، ادعي لهم لو سمحت يا سيف. ربنا يخليهم يا ربنا يا رب يخليهم لك وتشوفيهم افضل احفاد في الدنيا ويحققوا اهدافهم واحلامهم ويفرحوكي ويفرحوا باباهم ومامتهم يا رب. ربنا يسعدك ويخلي لك اولادك يا ابني. الف شكر كل سنه وانت بالف خير. انا اللي بشكر حضرتك جدا على المكالمه الجميله دي. اتمنى لك يا رب الخير والسعاده ودايما كده يا رب متابعانا ودايما بتطمني علينا ونطمن عليكي. طيب انا دلوقتي حطيت الرز على النار وعملت ايه وغطيت عليه علشان يتشرب، وبعد ما يتشرب هوطي عليه زي طريقه تسويه الرز المعتاده. انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا باخد شرايح صدور الدجاج اللي انا تبلتها وبشويها على النار. طب هي مش هتضاف للرز؟ هتضاف في وقت معين هنشوفه مع بعض وهنشوف ازاي هنقدم الطبق الخطير ده. وصفات النهارده كلها رز او فراخ او عدس، كلها مليئه بالنكهات والتوابل القويه جدا. هنشوف ازاي هنقدمها وهنشوف ازاي هنخليها لايقه على بعض. هو ده ندي كده. ازيك يا استاذه نوره؟ تعالى. ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ انا تمام. انا جول عايز اكلمك انا الاول، بس للاسف ساعتي مش كانت مظبوطه زي ما لحقت. ما لحقتيش؟ لا معلش معلش انا مش سامعك كويس. انا بحبك قوي قوي. الله يخليكي. تسلمي لي. يسلم لي ذوقك والله يا نوره. انا عايزه اعمل اهداء. يلا اعملي اهداء، النهارده يوم الاهداءات العالمي. يلا بينا. انا عايزه اشكر كل اللي ورا الكاميرا وعايزه اشكر اللي بترد على الموبايل على المكالمات. يسرى. انا بحبها. يلا انا بحبك قوي قوي قوي. طيب تسلمي. ربنا يخليكي. رب نورتينا وشرفتينا. انا كمان بشكر كل الساده العاملين في برنامج لقمه هنيه اللي وراء الكاميرات. انا بصيت لهم دلوقتي اهو. ونشكر يسرى طبعا. يسرى يعني عمود فقري في البرنامج، ونقول لها الف مبروك على الجواز عشان هي لسه راجعه من الجواز. يلا انا دلوقتي رصيت. بصي هنا كده، انا هنا رصيت يا سمر صدور الفراخ، شرايح صدور الفراخ اللي انا قطعتها. بص لونها عامل ازاي. رصيتها هنا على الشوايه وبعدين هخليها تاخد لون من الجانب ده وبعد كده اقلبها. هخلي التسويه تتم بشكل كامل على الشوايه، مش هنسوي هنا شويه وشويه مع الرز، لا هخلي التسويه تتم بالكامل هنا. تمام. بعد كده هنشوف ازاي هنجمعها مع الرز ده. هناخد وقتي فاصل، بعد الفاصل هنرجع لحضراتكم نشوف ازاي هنكمل وصفات النهارده. استنوا. يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه. رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل كنا سايبين الرز على النار وكانت كنا معلين عليه درجه الحراره، انا وطيت عليه ان هو اتشرب خلاص، ودلوقتي هو بيستوي. فهنسيبه دلوقتي ربع ساعه هنفتح عليه هنلاقيه زي الفل. نيجي للفراخ هنا نبص بصه. سمر ممكن تورينا كده الفراخ؟ نعم. يا سلام. الفراخ اهي بتتشوي على النار. خلي بالكم من حاجه، ان اللون الاحمر هيبقى شويه ايه هيلخبطكم، ما تبقوش عارفين هي الفراخ استوت ولا لا، لان في الطبيعي الفراخ بيبقى لونها روز كده لما بتستوي والبروتينات بتاعتها بتتخثر بيبقى لونها ابيض، فبنشوف بعينينا ان هي خلاص كده استوت. هنا هيبقى الموضوع مش سهل، فاحنا هنركز كده معاها وهنعتمد على الوقت في التسويه، وممكن كمان نعتمد على القوام. نمسك واحده كده ونقطعها نشوف اخبار التسويه بتاعتها ايه. انا بقلب دلوقتي الفراخ هنا، هقلب الفراخ اللي على الشوايه كلها، وبعدين هنروح نقول مقادير العدس عشان نحطه على النار. اهم حاجه بالنسبه لي في وصف العدس اللي هنتكلم عنها النهارده هو نقع العدس، زي كده ما بتعملوا كشري بالظبط. شفتوا لما بتيجوا تعملوا كشري بالعدس الابو جبه بتنقعوا العدس الاول عشان يستوي معاكم على طول. نفس الكلام هنعمله في العدسين بقى، سواء العدس الاصفر او العدس ابو جبه. وطبعا العدس ابو جبه اولى بالنقع، هو اللي بيحتاج نقع لفتره اطول. هنسيب هنا الفراخ وانا مخلي درجه حراره الشوايه درجه فوق المتوسطه. تمام. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ يلا دلوقتي هنقول مقادير العدس ونحط العدس على النار. يلا بينا. المقادير كالتالي: عدس بالنكهه الهنديه. معظم المكونات بتاعت العدس ده موجوده عندنا في السوق المحلي. يلا بينا. كوبايتين عدس بجبه منقوع وكوبايتين عدس اصفر منقوع. اللي احنا هنقوله ده كميه تكفي لان هي تاكل من 6 ل 8 افراد.
من 6 ل 8 افراد، عشان لو انتوا هتنقلوا او هتصوروا المقادير دي قللوا عن كده لو انتوا اقل من 6 ل 8 افراد. اربع معالق سمنه، وهما بيستخدموا فعلا السمنه في عمل العدس ده، لو انتوا برضو متابعين نظام غذائي نباتي مثلا، او انتوا مش عايزين الوصفه تبقى دسمه بالشكل ده استخدموا زيت. بس انا بنصحكم تجربوا، لو انتوا يعني مش فيجيتيريان يعني، جربوا الوصفه دي بالسمنه طعمها حلو جدا. يلا، اربع معالق سمنه قلنا، كوبايه بصل مفروم، معلقه ثوم مفروم، معلقه جنزبيل مفروم، معلقه كمون، ومعلقه كزبره ناشفه، معلقتين كركم، نص كوبايه عصير طماطم، لتر مرقه خضروات، ونص كوبايه كريمه طهي ودي اختياريه، ونص كوبايه اوراق كزبره مع الملح والفلفل الاسود. الوصفه دي وصفه سهله، سهله العمل، وما بتاخدش وقت كبير لو احنا نقعين العدس كويس، وطعمها في النهايه بيكون عبقري. تعالوا بقى نجرب، تعالوا نشوف ازاي هنسوي الوصفه دي. يلا بينا. هاجي هنا طبعا. ازيك يا مدام منى؟ بيك يا شريف. ازي حضرتك عامله؟ بشكرك جدا على كل وصفاتك. الله يخليك. وادائك المحترم. الله يخليك. وكل حاجه حلوه بتقدمها لنا. تسلمي لي، تسلمي ذوقك. دعم حضرتك ده بيخليني يعني ايه استمر كده. نعم. بقول لك دعمك ده بيخليني استمر واتشجع كده. تسلمي. الله يخليك. وكمان في حاجه فضل. بتقول مدام ايناس هي الداعم الاكبر للبرنامج او حاجه كده. لا، كلنا بنحب البرنامج وانت مرجع لينا. طبعا على راس هي، بس مدام ايناس علشان من اول حلقه في لقمه هنيه وكانت معانا من بدايه البرنامج. بس طبعا حضرتك على راسي وكل مشاهدي، وانا برضو معاك من بدايه البرنامج وقبل بدايه البرنامج كمان. طبعاً في طبعاً ناس كتير قوي. طبعاً طبعاً. بس ما بنعرفش نتصل. صحيح صحيح صحيح. الخط مشغول. وانا بشكرك جدا، ادائك انا اللي بشكرك جدا وانت مرجع لينا. الله يخليك. بشكرك جدا 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 وكلامك على راسي فعلا. انا دلوقتي حطيت السمن، حطيت السمنه هنا وبسيبها تسيح كده بالهداوه، وبحضر بقى بقيه المكونات اللي السمنه هتنزل فيها. ازيك يا استاذه رنا؟ اهلا بك حضرتك يا شيف. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. تكوني بخير. انا بحب المطبخ الهندي قوي، الاكل النهارده كتير. نكهات خطيره، طعم قوي جدا، توابل توابل كتير لكن لايقه على بعض، صح؟ بعشق المطبخ الهندي، بحبه قوي، بحب اكلاتهم بطريقتهم يعني. وهل بتحبي الاكل حامي ولا مش حامي؟ لا بحب الحامي. ما طبعا، لانه في علاقه وثيقه ما بين المطبخ الهندي والاكل المتبل المبهر والاكل الحامي كمان. عندهم بعض الوصفات حاميه لدرجه احنا في المنطقه بتاعتنا مش متعودين على الليفل ده من من الحميان. كنت عاوزه اسال حضرتك على الكيك بالشوكولاته. الكيك بالشوكولاته، تحبي انزل لك المقادير بتاعتها على الشاشه؟ ماشي. حاضر، من عينيا الاثنين، هعمل كده. حاضر. ممكن يا يسر نحط مقادير كيك الشوكولاته من فضلك؟ بصي بصة كده على الفراخ يا مدموزيل سمر. الفراخ ماشيه كويس جدا وبتتشوي على الشوايه اهي. طيب ينفع الفراخ دي تستوي في الفرن؟ ينفع. وزي ما كنت بقول لحضراتكم كده في البدايه، ينفع اصلا تتحط في اسياخ زي اسياخ الشيش طاووق وتتشوي من غير خضار بقى، لان كده كده هي فيها توابل كتيره جدا مش محتاجه خضار معاها. ينفع تتحط في اسياخ الشيش طاووق تتشوي، ينفع تستوي كامله زي ما هي، ينفع تتقطع زي ما انا مقطعها كده على حسب رغبتكم تقدروا تعملوا. يلا هدي كده هنا اخر تقريبا اخر قطعه، وبعد كده هنكون جاهزين لان احنا نشوف الخطوه التاليه ايه. هنا السمنه ساحت، انا بعمل هنا العدس، وبما انه الحله مش كبيره انا مش عايز برضو اهدر كتير من المكونات، فانا مش هعمل كل كميه العدس دي. يلا هعمليها زي هنا بالبصل. التشويح هنا هدفه تسخين البصل واظهار الريحه بتاعه البصل، مش هدفه ابدا التلوين، عشان ساعات ساعات بنحمر عشان نلون لما بنيجي نعمل كشري مثلا، اي نعمل بصل الكشري بنعمل ايه؟ بنهدي درجه حراره الزيت جدا، وبنعمل طريقه شبه طريقه التجفيف، درجه حراره الزيت بتبقى هاديه لفتره طويله، فبنطرد الميه اللي موجوده جوه بصل الكشري، فلما بنطرد الميه دي بصل الكشري بيقرمش من غير ما يغمق، فبيبقى لونه ذهبي مثلا. لكن هنا انا بعمل حاجه ثانيه خالص، انا بعمل تشويح يظهر الريحه والطعم من غير ما الون البصل. بدات اشم ريحه البصل، بدات اشمها، يبقى كده ممكن اخش على المكون التالي اللي انا عايز احطه اللي هو الجنزبيل. الجنزبيل هينزل في التشويح مع البصل.
المكون الثالث في التشويح هو التوم. همسك التوم في ايدي كده، واول ما شم ريحة الجنزبيل اقدر احط التوم. استخدموا الحواس بتاعتكم في الطبخ. يعني صعب جدا ان حد ينصحكم بيقول لكم مثلا ايه شوح البصل لمدة دقيقة او 30 ثانية، صعب جدا الكلام ده. في الحقيقة احنا بنستخدم الحواس بتاعتنا، بشم ريحة البصل، طالما ريحته ظهرت ولونه بدأ يبقى شفاف يبقى ده معناه ان هو تشويحه وصل للمرحلة اللي انا عايزها. حلو، شميت ريحة الجنزبيل ولونه بدأ يبقى ذهبي سنة، يبقى انا كده تمام، اقدر دلوقتي احط التوم. يلا يا سمر، هحط التوم هنا كده وكمل تشويح. التوم بقى بنشم ريحته بسرعة، ده معناه ايه؟ ان هو بيتشوح بسرعة، زي ما كنت بقول كده وانا بعمل الرز. حلو جدا، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي هقدر اخش على طول على العدس. عندي ليها حلوة جدا هنا، شغالة حلوة جدا، بس قبل العدس كمان نعمل حاجة وهقول لكم عليها وانتوا هتعرفوا تظبطوها. انا عايز احط التوابل على التشويح، بس هنا في مشكلة. في هنا تحدي هيواجهنا، ان التوابل لو اتشوحت لفتره طويله بتمرر، فانا محتاج اكون حريص في الخطوه دي. هعملها قدامكم، هحط هنا الكزبره واحط الكركم واحط الكمون، وادي تقليبه سريعه وما اقعدش كتير في التشويح ده عشان التوابل دي ما تمررش مني. فعلى طول هروح جايب العدس المنقوع وانزل بيه هنا. زي ما قلت لكم كده مش عايز استخدم كميه العدس كلها، هستخدم نص كميه العدس الاسود او ابو جبه ونص كميه العدس الاصفر علشان ما يبقاش عندنا هدر. يلا بينا، هندي دلوقتي تقليبه. تعالوا نجيب بس ايه مساكه. هندي دلوقتي كده تقليبه للعدس مع العدس الاسمر، مع العدس ابو جبه، مع العدس الاصفر، مع تشويحه البصل والثوم والجنزبيل اللي احنا عاملينها مع التوابل الخطيره اللي احنا اضفناها للوصفه دي. الريحه حلوه جدا دلوقتي. هناخد دلوقتي مقدار كوبايه من عصير الطماطم. ازيك يا استاذه نهله؟ ايوه. ازي حضرتك يا فندم، عامله ايه؟ الحمد لله. لو سمحت شوف، انا عايز اسالك. اساليني. في انا جبت عجينه البيت بالسرير لقيتها بلوك واحد، انا كنت عايزاها شرايح. حاضر. فانا عايزه ازاي انا هستعملها، يعني افرشها؟ هتعملي بيها ايه؟ قولي لي. انا عايزه اعملها فطاير حادقه، فطاير اعملها من في حلو. هقول لك تعملي ايه حالا دلوقتي. حاضر، من عينيا الاثنين. عجينه الباف بيستري اللي بتتباع في السوق في منها انواع مختلفه، اشهر نوعين القطعة الواحدة والشرايح. الشرايح دي تبقى عاملة ازاي؟ عارفين الجبنة بتاعت البرجر اللي بتتباع في التلاجة في السوبر ماركت بتبقى شرايح فوق بعض كده؟ هي شبهها بالظبط، بتبقى شرايح فوق بعض فوق بعض فوق بعض. فبنقدر ان احنا ناخد شريحة نحطها ونحط فوقيها شيء ما من الخليط اللي احنا عايزين نحطه، بقى جبنة، لحمة مفرومة، ايا كان، ونحطها في الفرن. طب دلوقتي احنا جبنا بلوك كامل، او جبنا العجينه دي اللي هي عجينه الباف بيستري ولقيناها قطعه واحده، نعمل ايه؟ سهل جدا الموضوع. حضرتك هتجيبي شويه من الدقيق تحطيهم على الرخامه، وتجيبي عجينه الباف بيستري اللي جات لك مكعب واحد، وتجيبي الصينيه اللي انت هتخبزي فيها واللي انت كنت مستنيه تاخدي الشرايح تحطيها في الصينيه دي، وتحطي عجينه الباف بيستري وبالنشابه هتفردي العجينه قدامك لغايه ما تبقى مستطيل او مربع، لغايه ما تبقى مربع، مش هي مربع، محتاجه منك بس تفرديها شويه كده وشويه كده لغايه وسعي بس مساحه السطح بتاعتها، بدل ما هي قد كده افرديها كده وكده علشان توسع منك وتبقى حجمها اكبر. وبعدين باستخدام سكينه قطعي مربعات على قد الحجم اللي حضرتك محتاجاه بالظبط. تقدري تعملي كده، بس عشان تتمكني من ان انت تعملي كده تعالي بس الاول نحط ميه على العدس عشان يسيبه يستوي. ما بياخدش وقت، بياخد تقريبا يعني ربع ساعه. علشان حضرتك تقدري تعملي كده، عجينه الباف بيستري بيتم حفظها اصلا في الفريزر. حلو، فلازم تطلعيها من الفريزر وتخليها تفك علشان تقدري تفرديها بالنشابه. بس لو عملتي كده هتحصلي على نفس النتيجه اللي انت بتحصلي عليها لما بتشتري عجينه الباف بيستري شرايح فوق بعض. جربي ده وان شاء الله ينفع معاكي. تعالي ندي هنا تقليبه يا استاذه سمر عشان محتاجين نغطي بقى على العدس ده، لانه العدس ده
طالما اتنقع حلو ما بيحتاجش وقت طويل، محتاج بس يتغطى عليه كده مع درجه حراره فوق متوسطه، نغطي على العدس. فاضل للعدس ده ورق الكزبره، والكريمه هيتحطوا في النهايه زي ما برضو الرز هيتحط له ورق الكزبره. انا كده جاهز اني اطلع فاصل، عشان ارجع من الفاصل ده نعمل العيش. احنا هنعمل النهارده عيش مقلي، هنشوف طريقه بسيطه ولطيفه جدا للعيش. استنونا. يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل. في الفاصل انا شلت الفراخ اللي كانت بتتشوي، ممكن سمر تجيبها لكم دلوقتي، دي اتشوت خلاص وجاهزه للتقديم، وحطيت بقيه الفراخ اللي انا كنت متبلها. تعالي يا سمر دلوقتي بقى نقول مقادير العيش من فضلك، علشان لازم نخش بقى على تسويه العيش ونتفرج على جماله وحلاوته. يلا بينا. العيش اللي انا هعمله دلوقتي هو عيش بسيط جدا، عيش مكوناته لا تتعدى الثلاث مكونات. تعالي نقول مقاديره يا استاذ سمر. احنا عايزين دقيق مع الملح طبعا ورشه سكر، والعجين ده هنلفه مع بعض بميه وهنقليه في الزيت، بس كده الموضوع بسيط جدا. تعالي نقول تاني، عايزين 3 كوبايات دقيق، رشه ملح ورشه سكر، ميه. انا ليه مش كاتب ميه؟ عشان انا عايزكم تحطوا ميه وتعجنوا بايديكم، مش عايزين عجان هنا. حطوا ميه وعجنوا بايديكم لغايه ما توصلوا لعجينه لما نفسها. وعندي نصيحه هنا مهمه جدا بقى، اي عجينه، النصيحه دي مهمه، اي عجينه بتعجنوها هتخبزوها بعد العجن او هتقلوها او هتحطوها في الفرن او ايا كان، العجينه دي لازم تتساب على الاقل 20 دقيقه قبل التشكيل. ليه؟ لان الفتره دي فتره احنا بنقول فيها كده كشيفات، يعني بنقول ان العجينه بترتاح. الفتره دي بتسهل علينا تشكيل العجين ايا كان ايه الشكل اللي احنا هنعمله. لو ما عملناش الخطوه دي هيكون صعب علينا الى حد ما ان احنا نشكل العجين بعد كده. يلا بينا، تعالي يا سمر نشوف خطوه او عمليه قلي العيش مع خبزه. هاجي هنا كده هسخن القلايه هنا كويس، واحنا برضو مشغلين هنا القلايه هنتفرج على العيش بيتعمل فيه ايه. خلاص اتكلمنا عن ان العيش ده هنعجنه مع رشه سكر، رشه ملح، مش محتاجين فلفل اسود في العيش، خلوه كده زي ما هو. الزيت ده للقلي، وهتجيبوا ميه جنبيكم هنا. سمر انا هجيب ده عليا شويه. حلو، وهنيجي هنا. تعالي كده نشقر ونبص على العدس من فضلك، نشوف اخباره ايه. محتاجين نبص على الرز برضو. بص كده سمر بصه سريعه. العدس ماشي كويس جدا. العدس ده بيتقدم ما فيهوش ميه كتير، يعني انا هستنى عليه وهغطي تاني عليه، مش هضيف له ميه ولا مرقه تاني. المفروض يضاف له مرقه خضار او ميه، انا ضفت ميه. بصي اهو شايفه العدس ده، هتشوفيه دلوقتي يا استاذ سمر، شايفه هو بيتقدم بالشكل ده، فانا مش عايز الميه اللي موجوده تحت، فانا ههدي النار واسيبه كده مفتوح شويه. هل هو استوى؟ استوى بشكل تام، خلاص كده. يلا نديه كده تقليبه حلوه ونوطي عليه النار. يلا يا سمر هاجي هنا بعد ما حطيت، مفيش خميره، العيش ده مفيهوش خميره. يلا هروح جاي هنا كده نازل بمقدار من الميه والف كده لغايه ما يحصل ايه؟ لغايه ما العجينه تلم معايا. وطبعا جنبي دقيق تاني عشان لو احتجت ازود براحتي. واقدر على الرخامه، طالما الرخامه اللي قدامي نظيفه او السطح اللي قدامي نظيف اقدر اعجن عليه عادي جدا ولا هتحصل اي مشكله. يلا كفايه كده ميه لغايه ما نشوف هل محتاجين تاني او لا. شيل لنا بقى كده، شكرا جزيلا. يلا هعجن، ما بحطهاش بس على الرخامه غير لما تلم، اول ما تلم هنزلها بقى على الرخامه واقعد اعجن فيها. العجن برضو ليه وقت، طب الوقت ده بيفيد في ايه؟ كل ما طولنا في فتره العجن، دي نصيحه تانية بس مش هنحطها على الشاشه بقى، كل ما نطول فتره العجن كل ما العجين اللي احنا بنعمله يبقى فيه عرق، يبقى فيه مطه كده، خيوط الجلوتين فيه، الجلوتين الناس عندها حساسيه من الجلوتين، كل ما العجين اللي بتاكلوه كان معجون وقت اطول كل ما هيبقى اكثر ضررا على معدتكم. اتمنى لكم طبعا ايه السلامه
والعافية. يلا هندي كده هنا عجنة، بعد ما تلم معانا العجينة دي كده وتبقى قطعة واحدة زي ما حضراتكم شايفين كده، هنعمل ايه؟ هناخدها على رخامة ونعجنها شوية لمدة 5 دقايق. بعد ال5 دقايق هنعمل ايه؟ هنشكلها على شكل كرات. تعالوا نشوف الكرات دي بعد ما بتتشكل بيكون شكلها عامل ازاي. الكرات هاخدها واحطها في طبق قدامي كده واسيبها 20 دقيقة. امشي يا دورق، امشي يا دورق عشان سمر مش عايزاك. طيب بعد ما بنشكل العجين زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل اللي قدامكم، هعمل ايه؟ هجيب خد الدقيق الشف ولا يهمنا. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب كوره كوره من الايه؟ من العجين ده. المفروض نحط شويه دقيق هنا في الحقيقه بس احنا هنتصرف عادي. حلو، وبعدين هبتدي ان انا افرد العجين بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي حالا ده كده. انا بحب افرده بشكل طولي كده. طب وبعدين هروح واخد العجينه دي كده زي ما هي وراح جاي هنا نازل بيها في الزيت. نفس الكلام انا هنا مسخن زيت عشان برضو هحمر فيه عيش. يلا بينا. ظلمنا الشيف والله، كان سايب لنا الدقيق تحت. احنا اسفين يا شيف والله، سامحنا. هعمل هنا، عايزين اشيلك ده كده. بصي على العيش في الزيت هنا، بصه على ما انا اعمل واحد كمان. يلا بينا. يلا ناخد كده العيش وننزل بيه في الزيت سواء هنا او هنا. هتشوفي شكله يكون عامل ازاي، هنا او هنا. يلا بينا ونفرد العيش بالشكل ده. العيش ده مقداره دقيق مع الملح ورشه من السكر فقط، مفيش حاجه تاني هتتحط في العيش ده عشان يبقى عيش. وناخده ننزل بيه هنا في الزيت برضو. تعالوا نعمل 2 3 كمان، نتفرج على شكلهم ونشوف حلاوتهم. نفرد العيش كويس بالشكل ده. بصوا هو ده الشكل المثالي من وجهة نظري أنا لفرد العيش، إن هو يكون بيضاوي طويل كده. هو ده الشكل المثالي بالنسبة لي. هاجي هنا هقلب العيش كده. العيش ده بيطلع لونه ذهبي، فإحنا هنخلينا معاه في الزيت كده لغاية ما نحصل على لون ذهبي. تعالوا نحط رغيفين كمان ونقدم بقى إيه؟ سفرة النهاردة. يلا ممكن ننزل كيك الشوكولاتة من فضلك؟ تسلم إيديك. يا سلام يا سلام يا سلام. العدس ده كده خلاص تم بقى زي الفل. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا. بص يا سمر معلش، الخطوه دي مهمه. بعد ما العدس يستوي كويس، انا مش من الناس اللي بتحب تحط رشه من البقدونس فوق الاكل او خضار ني عامه في الاكل، بس في او كزبره، لكن في وظيفه للتزيين ده، هو ريحه حلوه. فبعمل ايه؟ طريقتي انا كده، انه العدس دلوقتي كده سخن واستوى وكان في الوصفة ورق كزبرة، أنا هحط ورق الكزبرة على العدس بعد ما استوى وبعد ما طلعته من على النار وهقلبه. ليه بعمل كده؟ عشان الحرارة بقى اللي موجودة جوه العدس دي هتطلع الريحة الحلوة بتاعة الكزبرة، فهتفضل الكزبرة لونها أخضر. بص كده يا سمر، هتفضل الكزبرة لونها أخضر وهتطلع الريحة بتاعتها والطعم بتاعها، والطبق شكله حلو من غير ما أرش رشة كده على السطح وخلاص. يلا بينا. شكرا جزيلا. يلا العيش هنا ماشي كويس جدا، والعيش في الزيت كمان ماشي كويس، عايز بس يتقلب وينزل كده. حلو، لازم نطلع بس العيش يا استاذ سمر. حلو، كفايه قوي اللي احنا فرزناهم دول. تعالوا نغرف سفره النهارده. يلا بينا نجيب طبق نقدم فيه الرز. يلا يا سمر تعالي نشوف بقى الرز اخباره ايه. الرز اللي على النار ده اللي احنا سويناه يا سيدي يا سيدي. بص كده يا سمر، او ممكن اجيلك انا في الطبق على طول. يلا هجيلك في الطبق على طول. يلا هناخد كده ايه الرز، وهنعمل فيه نفس العمليه بتاعه العدس، اني هحط ورق الكزبره على الرز نفسه. بص يا سمر كده لو ينفع تيجي هنا، انا عارف ان انا قلت لك ان احنا مش هنيجي بس خلينا نيجي. هاخد كده اهو، انا حطيت ورق الكزبره فوق الرز وهقلب كده علشان نفس الفكره، عايز سخونة الرز تسخن الكزبرة وتطلع الريحة الجميلة اللي جواها. هناخد الرز ده نحطه هنا كده في الطبق.
وكده احنا قدمنا الرز. تقدروا بقى تحطوا الفراخ التندوري فوق سطح الرز ده، او ممكن تتحط في طبق خارجي على حسب الرغبة بتاعتكم. تعالوا نحطها في طبق خارجي احنا عشان نشوف بعد كده بقى العيش هيطلع شكله عامل ازاي. خطير. تعالي كده بصي بص على العيش يا استاذ سمر علشان نشوف هيوصل لانهي مرحله في القلي. يلا هناخد العيش نديله كده تقليبه هنا. بصوا العيش بيقب كده، ودي احدى علامات التسويه، لونه بيبدا يتحول للون الذهبي زي ما حضراتكم شايفين كده، وفي نفس الوقت بيتعمل فيه فراغات كده، الفراغات دي بتدل على التسويه الجيده. يلا تعالوا نشوف اخر حاجه هنعملها. هاجي هنا هنطلع تعالي نحط منديل الاول. هاجي هنا هطلع العيش ده على منديل لمده دقيقه واحده بس. يلا دي كانت مطرحها. يلا بصي كده بقى هحاول اوسعك دول كده يا سمر، وهاخد من قدامك الكريمه اللي هحط جزء منها صغير قوي على العدس هيفتح اللون ويحليه، واديله تقليبه اخيره كده اهو. واجي هنا هبتدي بقى ايه اصب العدس في الطبق اللي انا هقدم فيه العدس. يلا يا سمر هاجي هنا كده اروح نازل هنا بالعدس الخطير ده. العدس ريحته خطيره. ممكن تورينا العدس يا سمر؟ يلا في الطبق الاخير ده هعمل ايه؟ عايز بس اقرب لك الحاجات كده. في الطبق الاخير ده هجيب العيش اللي انا جهزته وهاجي بيه هنا هحطه في الطبق، وفوقيه هحط تندوري الدجاج. يلا تعالى وريني بقى السفره كده بالكامل يا استاذ سمر. دي كانت حلقه النهارده ودي كانت وصفات النهارده. النهارده عملنا الفراخ بالتندوري مع الرز الاحمر اللي عملناه النهارده كمان، وعملنا عيش مقلي مع العدس الاصفر والعدس ابو جبه بالنكهات والتوابل الهنديه. دي كانت حلقه النهارده، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. استنونا بكره ان شاء الله في نفس الميعاد الساعه 1 الظهر على النهارده.